ولاية القابل، الموقع في الجانب الشرقي من عمان، في نقطة تتوسط الطريق الذي يربط بين ولايتي إبرة وبدية. الصورة مزيج من سلاسل الجبال الممتدة في سائر أنحاء عمان، وأشجار النخيل التي تتخلل منازل الولاية وتستوعب تراثها وتاريخها الممتد، ومظاهر التحديث التي شملتها بفضل النهضة العمانية المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. من الشمال تحدها إبرة، وبدية من الجنوب، ومن ناحية الغرب المضيبي، وشرقا دما والطائين. والقابل هي إحدى الولايات الكبيرة في السلطنة، عدد سكانها يقدر ب25,000 نسمة، وتشتمل على 17 قرية، أهمها المطيرب والقابل والدريز والصرم وبالطين. وكما هي غنية برجال الفكر، غنية بتراثها. فعلى اتساع الولاية نشاهد العديد من الحصون والقلاع التي يعود تاريخ بعضها إلى 4,000 عام، ويوجد بالقابل نحو 70 قلعة وحصن. ويعرف أهل القابل منذ القدم بالفروسية، لذا فشعار الولاية هو الحصان العربي. تتعدد صور الأنشطة التي تمارسها بلدية القابل لتشمل مختلف مجالات الحياة، سواء في إقامة الأسوار أو التشجير وبناء مدارس القرآن الكريم، والمشاركة في تنفيذ برنامج تنمية المجتمعات المحلية. تتمتع ولاية القابل برصيد تاريخي كبير، وإذا كانت تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية هي حاضرة وريف وبادية، فإن باديتها لا زالت تحتفظ بتقاليدها المميزة حتى اليوم، والإبل تمثل وسيلتهم الأساسية في التنقل في الصحراء، وهم متوادون يرحبون بضيفهم ويستقبلونه بحفاوة وترحيب، وتتسم جلساتهم على بساط الصحراء بتبادل الأحاديث في شؤون حياتهم ضمن جو تعمه البساطة والتعاون. عادة ما تقام حلقات سباق الجمال والخيل في المركاب، الذي يعتبر أحد التقاليد القديمة التي يحافظ عليها أبناء الولاية. تعتبر الزراعة في ولاية القابل هي الحرفة السائدة التي يعتمد عليها السكان، وتمثل الأفلاج المنتشرة في الولاية مورد المياه الأساسي لتطوير القطاع الزراعي، وهناك 47 فلجا بالقابل، أهمها فلج المطيرب والغلاقي وبالطين والقابل وعز والدريز. كما يمثل محصول التمور أهم محاصيل الولاية، إلى جانب أشجار الفاكهة والحمضيات والخضروات. وترعى الدولة القطاع الزراعي في ولاية القابل
مثل سائر مناطق السلطنة عن طريق تقديم الدعم المادي والإرشادي للمزارعين. وقد استلزمت الخطط الطموحة لتوسيع الرقعة الزراعية في الولاية تطوير موارد المياه، لذلك أنشئ سد الصرم للتغذية الجوفية. وفي موسم الأمطار يحتجز السد المياه ويعمل على تغذية باطن التربة بالمياه العذبة وتخليصها من ملوحتها عن طريق فتحات اسطوانية في جسم السد. في منطقة المضيرب، إحدى أهم مناطق القابل المعروفة، توجد قرحة المدفع، وهي مكان ما زال باقياً منذ القدم. وما زال المدفع القديم الذي كان يطلق في مناسبات الأعياد باقياً، يدل على اعتزاز الإنسان العماني بتقاليده وتراث أجداده. تتاح لأبناء الولاية فرصة التعليم من خلال 6 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية. وفي هذه الصروح التعليمية ينهل الطلبة والطالبات من معين المعرفة بما يؤهلهم للمساهمة في بناء الوطن. كما تتاح للطلبة فرصة ممارسة العديد من الأنشطة الشبابية. يقوم شباب ولاية القابل بممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية المتنوعة عن طريق نادي المضيرب، الذي يمثل أحد الإنجازات الشبابية المهمة في الولاية. يحظى أهل القابل بسبل الرعاية الصحية الكافية، ويوفر المركز الصحي في المضيرب والدريز بالتعاون مع المستشفيات القريبة، يوفران العلاج المجاني لأبناء الولاية والخدمة الصحية الشاملة بشقيها الوقائي والعلاجي، وهو الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه في كافة أنحاء السلطنة. تتعدد معطيات النهضة المباركة في ولاية القابل لتشمل إلى جانب التعليم والرعاية الصحية إقامة وحدات سكنية اجتماعية متكاملة المرافق والخدمات ذات أنماط جيدة لتوفير مساكن لأبناء الولاية من ذوي الدخل المحدود، في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير مسكن لكل مواطن على أرض عمان. وتمضي عملية التحديث في ولاية القابل على قدم وساق دون الإخلال بالتوازن البيئي، مع الحفاظ على مظاهر التراث والدين. تعد محطة الكهرباء الحديثة في القابل من أبرز علامات التطور في الولاية، وتبلغ الطاقة الحالية لهذه الشبكة الكهربائية التي تغطي 3 ولايات هي القابل وإبرا
وبدية 14.5 ميجاوات، فضلا عن أن العمل يجري بصدد تركيب ماكينة جديدة إضافية، وبذلك تحقق القابل الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنين. وإذا كانت هذه الصورة الشعبية الغنائية الراقصة من فن الرزحة، فإن أهل القابل يجيدون أيضا فنون العازي والهمبل والطارب والتغرود وغيرها من الفنون الشعبية. وهكذا فإن ولاية القابل بتاريخها وواقعها المتطور شملتها مظلة النهضة المباركة بكل مظاهر الرعاية والتحديث في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله.